استطاع معرض الجواهر العربية أن يأخذ له مكانة على خارطة المعارض العالمية على مدار 28 عاما، حيث استطاع منذ انطلاقته الأولى أن يجذب العارضين من مختلف بلدان العالم حتى بات أكبر معرض للمجوهرات في الشرق الأوسط. معروضات فاخرة لعلامات تجارية عالمية ذات تصاميم إبداعية راقية يقدمها معرض الجواهر العربية 28 لمحبي قطع المجوهرات النادرة، والتي تم صياغتها بأسلوب جذاب ومبهر جمعت بين المصوغات الذهبية والأحجار النفيسة والكريمة. معرض الجواهر العربية في نسختها المتكررة منذ سنوات طويلة والتألق الدائم بفضل دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة متمثل بالقيادة العليا ودعمها اللامحدود للاقتصاد الوطني والمحافظة على سمعة المملكة بالذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، وهذا يعني شيء يعكس عدد زيادة الزوار للمعرض محليا خليجيا وعالميا. معرض الجواهر العربية معترف به أنه أكبر معرض بالشرق الأوسط أولاً وعالمياً في المركز الرابع، ونتميز هنا بالمعرض بالذهب البحريني الخالص. نجاح تلو الآخر يحققه معرض الجواهر العربية برعاية رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ما يعكس رؤية سموه الحكيمة في تنمية صناعة المعارض والمؤتمرات وتعزيز دورها كرافد مهم للاقتصاد الوطني، خصوصا وأن هذه النسخة انطلقت بمشاركة أكثر من 36 دولة من مختلف بلدان العالم. المعرض هي حدث بنستناه من السنة للسنة، وخاصة نحن التبادل التجاري بيننا وبين كل أنحاء العالم، ويجينا زباين من كل الخليج خاصة وكل أنحاء العالم كمان صاروا يتعرفون على المعرض وصاروا يجونا، لأن فيه بيكون الأسعار مناسبة والسبلاي والتنافس بيكون قوي، فحدث لازم يستمر. معرض المجوهرات هو فرصة حلوة عشان إن اللي جايين المعرض يشوفوا إن شلون الذهب البحريني صناعته وجودته في البحرين، وفرصة إنهم يعني ياخذون الفكرة عن صناعة المجوهرات والذهب البحريني. طبعا الموقع عندنا هنا هو موقع يعني نوعا ما اول مره موجود، يضم حاليا 4 محلات بحرينيه، يكون موجود في الموقع القطع باسعارهم الفيكس برايسز على حسب سعر الذهب يوميا، ويكون في توصيل حاليا التوصيل حق البحرين مجاني وفي توصيل حق دول الخليج. هذا المعرض السنوي استطاع أن يتخذ له موقعا على قائمة المعارض العربية حتى أصبح أكبر معرض للجواهر في الشرق الأوسط، خصوصا وأن مملكة البحرين تمتلك تاريخا متميزا في صناعة وصياغة الذهب والمجوهرات، ولديها من الكفاءات الوطنية من أصحاب الحرفة والمهارة ما يكسبها سمعة إقليمية ودولية كبيرة في هذا القطاع. في نسخته 28 يقدم معرض الجواهر العربية قطعا متنوعة ذات جودة وقيمة عالية لفتت أنظار الزوار إليها بتصاميمها المتميزة منذ النظرة الأولى. خولة الجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.